اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت عبد وشيمة. وحشتونا من الاسبوع اللي فات، وكالعاده طبعا في بدايه حلقتنا لازم ارحب بالاستاذ عبده اللي دايما مرخم عليا ودايما بينورنا في بيت عبد وشيمة. ايوه اضغطي بقى على بيت بيت عبد وشيمة، اضغطي قوي قوي. هو بيت عبد وشيمة. ايوه وشيمة دي بقى عبد وشيمة. ازيك يا عبد؟ ازيك يا شيمة؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت ايه اللي جابك النهارده؟ انا جاي عشان اكل. ليه بقى النهارده معانا اكلات بحريه؟ ايوه سي فود وحاجات كتيره. معانا شيف النهارده منورنا، الشيف خالد. اهلا وسهلا بك يا شيف خالد. ازيك يا استاذ؟ ازيك، اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله نورتنا في مطبخنا المتواضع. وهناكل سي فود النهارده ان شاء الله. هتاكل حاجه جميله يعني. جميل. او معانا احمد. اقف معاك دايما يعني من صغره، هو هاوي الشغلانه. هاوي الشغلانه. هو اصلا شيف بقى معاك. دلوقتي بقى شيف. هو ميني شيف وهنكبر. يعني هو احنا عرفنا وجالنا اخبار ان هو ما شاء الله يعني شغله حلو جدا وبقى شيف ما شاء الله عليه. فالتوفيق ليك ان شاء الله. انا اتوقع ان هو شيف المستقبل ان شاء الله. هيحل محل ان شاء الله. ان شاء الله نورتونا النهارده. الله يبارك. هنعمل ايه بقى اول وصفه؟ ان شاء الله نعمل لكم حاجه النهارده حلوه اقتصاديه. تمام حلو. فتت جمبري. تمام. فتت جمبري. فتت جمبري كده اقتصادي؟ ولا احنا نعملها بطريقه اقتصاديه بقى؟ عيش محمص، رز اللي انت بتعمليه في البيت عادي، الرز العادي الصيدليه. هنعمل الجمبري في الصوص، نرش على الرز. على الرز. زي الفته العاديه، بس بقى ايه، بدل الرز الابيض رز صيدليه، بس كده. وبدل اللحمه او كده الجمبري، بس كده؟ بطريقه مختلفه. بطريقه مختلفه. بطريقه مختلفه. يلا بينا نبتدي بقى. يلا نبدا يا شيف. اول حاجه ماشي فتت الايه دي؟ فتت الجمبري. فتت الجمبري. فتت الجمبري. مكوناتها ايه وهنبدا ازاي؟ مكوناتها عيش محمص. عيش محمص. رز صيادية. رز صيادية. بنعمل الصوص بعد كده ونرشه على الوصف من فوق. تمام. طب يلا يا شيف نبدا. بعد كده بقى نعمل لك الشوربه اللي انت بتحبها. خلاص تمام. نبدا بقى. اول حاجه انا الشوربه اللي بحبها، احنا اتفقنا امبارح وانا بحبها. يلا هنبدا بايه؟ يلا يا باشا اعمل لي. طيب هنبدا اول حاجه الرز نفسه. خشي على الرز يا احمد. نشتغل على الرز. تمام يا شيف. بتبدا بايه بقى؟ انت غليت الميه الاول. دي الميه بتاعت الرز. تمام. ومعانا قد ايه رز مثلا؟ لو يعني كيلو. كيلو ده ياكل قد ايه؟ زي ما بتعملي في البيت. تمام. ده ممكن ياكل كام فرد مثلا؟ يعني من خمسه لسته. من خمسه لسته. يعني ممكن ياكل الاسره. اسره. اسره كامله. تمام. وعلى حسب انت ما عايزه، ممكن تعملي نص كيلو لو انتوا اتنين مثلا كده. تخف من العيش المحمص، تخف من الرز، تخف من السوس والجمبري. من الكميات نفسها كلها يعني. يعني تزودي او تخفي دي على زي حسب ما انا عايزه، على حسب الزمن. والرز الصيادية هنبدا فيه ايه؟ بالبصل طبعا. طبعا طبعا. هنبدا ازاي بقى؟ اشرح لنا كده يا شيف وانت شغال واحده واحده مع الناس عشان يبقوا معانا. اول حاجه هنحط الزيت. هو احنا الميه دي عشان للرز تبقى سخنه يعني، ولا نحط الرز على طول تبقى سخنه؟ الميه عشان ما ناخدش وقت. تمام تمام. يبقى احنا اول حاجه هنشوح البصل. بس هتبدا بالبصل، شويه زيت وبتبدا بيه. يلا بس خش شوح البصل. تمام. البصل هيتقطع ايه، مكعبات ولا دي واحده؟ حتت صغيره، قطع صغيره. الزبده دي اختياري. تمام. تدي طعم الرز او ما تحطهاش عادي. تمام. بس اكيد بتدي طعم ونكهه. بتدي طعم اكيد طبعا. طعم احلى يعني. اكيد. احنا حطينا دلوقتي الزيت والزبده. تمام. وبعد كده هننزل بالبصل. الزبده بس تقدح. تمام. هننزل بالرز. هننزل بالرز ونبدا. الاكله دي انت مشهور بيها يا شيف ولا؟ ومع الرز ممكن نحمر القرفه الخشب. تمام. بتدي نكهه حلوه. نكهه جميله طبعا. شيف خالد، انت تخصص في السي فود بس ولا انت بتحب السي فود فعشان كده كل شغلك فيه؟ لا انا شغلي في كل حاجه، بس انا متخصص سي فود. متخصص. انت عندك مطعم يا شيف؟ عندي مطعم. مطعم سي فود واسماك وكده. من حبك في الاسماك والسي فود. اسمه ايه يا شيف المطعم؟ اسمه جمبريكا. جمبريكا. حلو الاسم. جمبريكا. بقاله كتير يعني. بالتوفيق ان شاء الله. وانا اللي حببني في الشغلانه برضو انا والدي بتاع سمك. يعني وراثه كمان. اجيال بتسلم اجيال. تمام يا شيف. طيب. قبل ما بتبدا تجهز بقى ونعمل الرز، رز الصياديه تقريبا كل الناس عارفه طريقته، هي يعني طريقته ايه؟ بسيطه برضه، نفس الطريقه التقليديه ولا في حاجه الشيف بيزودها في الرز الصياديه؟ انا مش هقول لك بقى ما تاكل. ما تاكل. حلو ده كويس. تمام يا شيف.
طيب بعد ما بنعمل الرز الصياديه بتبدا في ايه بعدين؟ تشتغل في ايه معاه؟ يعني لو حد عايز يعمل الوصفه عايز يخلص فيها بيبدا في الرز، نبدا معاها جنبها ايه؟ هو انا بص انا سخنت الميه، المفروض تسخني الميه تمام عشان الرز ما ياخدش وقت تمام عشان يسخن. انا مجهز الميه سخنه تمام. لا انا اقصد المكونات الثانيه، يعني الفته دي فيها رز وفيها صوص وفيها جمبري وفيها عيش محمص. فيها عيش محمص تمام طب الصوص بيتعمل من ايه وايه؟ الصوص زبده زبده تشرح معاها توم مفروم توم مفروم كزبره كزبره. الجديد بقى دبس رمان. دبس رمان بيدي نكهه حلوه جدا. ممكن واحنا شغالين نقدر نعمل الصوص قدام الناس برضو هنعمل ده كله ان شاء الله دلوقتي. طيب اوكي تمام كده الزبده والبصله ايه بيصفرها بس ولا بتستنى لغايه لا هو الشيف اول نزل القرفه تقريبا بينزل القرفه بتاخد الريحه بس النكهه وتشيلها. اوكي تمام. بعد كده تنزل بالبصل. البصل تمام انزل بالبصل البصله بقى معانا دي يعني هنستنى عليها لغايه ما تستوي تماما ولا تاخد لون ولا بنعملها ازاي يا شيف؟ البصلات تحمر بس هي درجه احمرار البصل هو اللي بيخلي الرز غامق او فاتح غامق او فاتح صح كده برافو يا عبد تمام عارف انا برضو شويه معلومات طب انت كويس يا عبد برافو طب ما تيجي بقى نفتح مطعم انا وانت يلا يا شيف انا معاك من سي فود وسمك انا معاك من بكره من دلوقتي بتيجي بجد سلامه بتعرف في السمك يعني تفهم في الاكل اهو تخيل كده عبد فتحنا مطعم سمك وجمبري ايوه والله ما اعمل اكل كل يوم هاكل جمبري وسمك ومن غير ما نفتح مطعم انا هنزلك ان شاء الله في المطعم عندي قريب كده ولا كده مفيش اكل لا بس بقى وقتها بقى انا بقى يبقى تبقى انت عامل فتح مطعم وانا اعمل اكل في البيت والله ما حاصل ومن غير مطعم ما احنا على طول عادي يعني مش عايز اتكلم كتير يعني ونقول حاجات مش مشكله يلا يلا هناكل الشيف خالد النهارده ونشوف بقى ونجرب السيفود المعروف ايوه الطبيعي مش الجمبري اجي اشره اشد ما بيشد هو الجمبري خلي بالك يا عبده دخل في كل حاجه دلوقتي حاجات غريبه الجمبري أكيد. دخل في كل حاجه دلوقتي يعني زمان كان ملوخيه بالارانب بس دلوقتي بقى في ملوخيه بالجمبري في مكرونات نجريسكو بالجمبري مكرونه ايطالي بالجمبري بالوايت صوص ففي حاجات كتيره الجمبري دخل فيها يعني الجمبري بيدي نكهه وبيخش في كذا حاجه كتير جدا والمكرونات طبعا والحاجات الجديده دي انا بستغرب جدا اني ممكن الاقي حد ما بيحبش الجمبري لا مين في لا في والله انا فاكره تقريبا في حد من صحابي ما كانش في ناس ما تعرفوش اصلا انت خطيبتك يا نهار ابيض يعني يبقى خطيبة الشيف احمد يا جماعه انت ازاي ما بتحبيش رساله الى خطيبة الشيف احمد لا احمد بالجمبري انت ازاي ما بتحبيش الجمبري اسمها ايه طيب يا استاذه رحاب ينفع كده انا يعني استغل الفرصه يا ماما استغل الفرصه حبيبتي يعني انت بتاخدها وتاكلها في مطعم تاني كده لا ما ينفعش لازم كده طيب احنا بقى ايه قبل ما الشيف يبدا يجهز ويحضر في اول وصفه هناخد فاصل صغير عشان نستضيف اول ضيف معانا ماشي اوكي فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل احنا جينا للفقره اللي كل البنات بتحب تسمعها وبتبقى منتظراها وهي فقره الاهتمام بشعر الست او عامه الاهتمام بالمراه عامه احنا معانا الفقره دي يعني اصحاب مركز بروتين ام ياسمين برحب استاذ وليد ازي حضرتك استاذ وليد الحمد لله اهلا بيك نورتنا الله يخليك وطبعا بمدام ايمان ازيك يا حبيبتي عامله ايه اهلا بيك استاذ وليد نورنا بيت عبد الشيمه مركز بروتين ام ياسمين طبعا الاسم
ام ياسمين. ام ياسمين ان هي المدام مشهوره. هي المدام وهي المسؤوله عن المركز. عايزه اقول لكم انا فين ياسمين الاول؟ في البيت. ربنا يبارك لكم. كم من الرسائل اللي جات لي استضيفي معاكي ام ياسمين، استضيفي معاكي ام ياسمين، قلت لهم يا جماعه والله كانت معانا قبل كده في السيزون الثاني للبرنامج، لا احنا عاوزين نشوفها ثاني، احنا عاوزين نسالها، عايزين نعرف حاجات منها كثيره جدا. فانت ليكي ما شاء الله يعني شعبيه كبيره جدا في المنصوره، صح كده تقريبا؟ لان كتير جدا، وحتى كمان في بنات كلموني مش اساسا مش من المنصوره، من القاهره، هم عارفينك ما شاء الله عليك يعني، من الصعيد، من اقصى الصعيد. كانوا يعني مفكرين المركز قريب لهم وكده، بس فطبعا يعني احنا مع الكلام كل ده، ولو جينا بقى نبداها كده وابدا مع استاذ وليد واقول له ايه سر نجاح ام ياسمين؟ ام ياسمين معاها. والله سر نجاح ام ياسمين انها يعني بتراعي ضميرها في شغلها. هو ده السبب الاساسي في سر النجاح، انها بتراعي ضميرها في شغلها جدا جدا جدا. فيه يعني ناس كتير بيجوا مثلا يسالوا يعني واحده عميله هتيجي تشتغل هتقعد تاخد وقت قد ايه؟ ام ياسمين تقول لها يعني هي متوقعه انها تاخد وقت يعني ساعه اتنين، انما مثلا لما توصل الوقت لغايه 5 ساعات وبتشتغل بضمير وبيطلع نتيجه فعلا تشرف. ما شاء الله. فده اللي فعلا خلى ام ياسمين فعلا. انا قبل ما اكلم ام ياسمين تاني، لما كذا حد كلمني دخلت على الجروب ولقيت كميه ما شاء الله بنات وسيدات بيشكروا في شغلها، فده طبعا يعني ما شاء الله دليل ان هي شغلها حلو جدا وناس حابه ان هي تتعامل معاها. الحمد لله. طيب احنا بس يعني لحظه صغيره نرجع نشوف الشيف عمل ايه ونرجع لكم تاني. تمام. شوف الاخبار، ايه الاخبار معانا؟ عملنا ايه ووصلنا لايه دلوقتي؟ الرز خلاص يا باشا على النار. تمام. الرز بعد ما صفرنا البصله وظبطنا حطينا الرز فيه، حطينا مكعب مرقه، حطينا سنه ملح، رشه ملح، وكزبره، بهارات. ملح وكزبره وبهارات، لازم الرز يتبهر كويس. تمام. وحطينا فيه الرز بقى ايه على ما يستوي بقى هو معانا. والشيف احمد بيبدا في الشوربه ان شاء الله. دي بدا الشوربه. تمام. اهتم بالشرب يا شيف احمد. عشان ما يتضربش النار. ده اكيد كفايه ان هو يتضرب من خطيبته النار. مش عارفه ده. لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله هتحب السي فود يعني. هيجي لها يوم هتحب السي فود وهتاخدها هتظبط الدنيا. غريبة. يا نهار ابيض. هو قادر يا عبده بخطيبته بقى يعني. خلاص هو قادر بخطيبته بقى. ماشي، هي تكلفه زياده بس ماشي. بس لا تتضرب برضه. هنروح بس للضيوف اللي معانا وبعدين نرجع لكم تاني. تمام؟ اتفقنا؟ طيب ام ياسمين، مدام ايمان، احنا لو عايزين نسالك اول سؤال طبعا اللي كل البنات بتبقى عايزه تعرفه، ايه هو البروتين؟ البروتين هو غلاف بنغلف بيه الشعرايه عشان ناخد منها شكل جمالي بس. غلاف مش معالج عشان كل الناس. ما انا كنت عايزه اسالك، هل هو بقى معالج فعلا ولا ايه؟ لا في الشكل هو معالج كشكل، انما ان هو يدخل في تركيب الشعرايه نفسها ويعالج الشعرايه نفسها يبقى شيء دائم زي ما بناخد اي ادويه تعالج حاجه معينه. لا، هو مجرد غلاف خارجي لشكل الشعرايه. احييك على صراحتك. انا ما انا زي الحلقه اللي فاتت يعني. هو يمكن كانت كميه التعليقات كبيره بسبب ان انا قلت الصراحه انا ما بحبش اقول حاجه غير للناس. خدت بالي فعلا. غير اللي الناس عايزه يعني تعرفه هو الصراحه. وده برضه يا جماعه يعني هنا في بيت عبده شيما دايما بيجي لكم ضيوف يعني امناء وبيقولوا لنا المعلومه الصح يعني في كل حاجه، يعني سواء البروتين، فاحنا بنعرف منها. هي دلوقتي قالت ان البروتين ما هوش معالج، هو كشكل مصاري فقط، شكل غلاف للشعرايه الخارجي بس. طيب لو سالنا بقى استاذ وليد اول سؤال، اتفضل. هل انت حضرتك بتشتغل بايديك في المركز بتاع ام ياسمين؟ لا طبعا. لا لا طبعا، ام ياسمين هي المسؤوله عن المركز وعن انت مع قلب مقالبا. لا لا، انا مسؤول عن المشتريات، عن الخامات اللي هي بتشتغل بيها، لان لازم اجيب خامات معينه، ما ينفعش اجيب اي حاجه من هو ده اللي هيخليني بقى اقول لك استاذ وليد. الخامات اللي بتجيبوها في يعني تقريبا انواع كتير جدا جدا من البروتين والانواع دي، ايه الانواع اللي يعني بتروح عشان تختارها، عايز تجيبها، ايه اللي بيهمك؟ الجوده بتاعتها دي، الكواليتي بتاعها. اولا ام ياسمين كانت اتكلمت قبل كده عن الحته دي، ان كل شعرايه ليها نوع معين من البروتين. يعني انت حضرتك ما بتجيبش نوع واحد، بتجيب لا اكتر من نوع. بجيب اكتر من نوع طبعا، اكتر من نوع، بس اهم حاجه ان لازم النوع اللي انا هجيبه يكون خالي من الفورمالين.
بالظبط خالي من الفورمالين. خالي من الفورمالين في يعني هو المفروض البروتين ده يعني اتعمل عشان ان يعني معالج للكرياتين، لان الكرياتين ما ينفعش من غير فورمالين. ما انا كنت عايز اسالك بقى يعني ايه هو الكرياتين اساسا؟ يعني الكرياتين ده يعني يعتبر ماده داخل الشعرية، ماده داخل هي اللي بيتكون منها اصلا الشعرية، ماده الكرياتين. كرياتين داخل الشعرية، جوه الشعرية بتبدا الشعرية بقى تتموج وتفقد بالظبط كده اللمعان بتاعها وتفقد التراوه بتاعتها. فهو ده الماده اللي مسؤوله عن ان الشعرية يبقى شكلها حلو. احنا بقى الاول ظهر جيل الكرياتين، بس بقى طبعا عشان يطبقوا الكرياتين لازم يضيفوا ليه ماده الفورمالين، وده ماده ضاره جدا. طبعا الجيل اللي التطور بعدين، بس ما هوش معنى كده ان كل انواع البروتين خاليه من الفورمالين. يعني في بروتين، في بروتين، في فورمالين، فلذلك لازم ان انا اكون حريص جدا ان انا بشتري وانا بجيب البروتين انه يكون خالي من الفورمالين. طيب حضرتك بتعرف ده ازاي؟ ده بيبقى مكتوب عليها ولا من ثقه من لا لا ولا ثقه ولا مكتوب؟ امي ياسمين هترد على حضرتك. طيب نعرف. هي عن طريق تسخين، عن طريق التعرض الماده دي للحراره. ساعه لما بتتعرض الماده للحراره بتطلع لنا ريحه، ريحه نفاذه، ريحه نفاذه ودخان قويه منبعث. جدا طيب. وبتعمل بقى حرقان في العين واحتقان. يعني خلينا نقول ان انتوا طالما ما بتبقاش واثقين في حد او مش مكتوب، فانت بتجربي الاول الحاجه دي. لازم ناخد قبل ما بتجربها. انا باخد كميه من البروتين على معلقه، على الاقل حاجه يعني على معلقه، وبعرضها لدرجه حراره عاليه لان لازم درجه حراره عاليه. لو انبعث منها رائحه او طلع منها ريحه نفاذه ودخان، ده فيه فورمالين، ما استخدموش. ده ما استخدموش. لكن لو ما طلعش منه اي حاجه وريحته كويسه وما فيش ريحه يعني نفاذه او ما فيش دخان، يبقى ده سليم. بجيب منه بقى المطلوب للشعرايه، شعرايه كانت افريقيه، شعرايه عاديه. بجيب علشان نوضح للناس الضرر اللي فيه فورمالين ايه، يعني هيضر الناس في ايه؟ الضرر اللي بيعود لو هو فيه فورمالين بيجيب سرطان في الجيوب الانفيه. واو، سرطان. انا بقول الصراحه وانا مش هخاف على اللي هتيجي تعمل، قد ما هخاف على نفسي برضو. صح، ما انا هي اللي جايه تعمل دي هتعمل مره وهتمشي. صح، انما انا هشتغل كل يوم فبرضو لازم اخاف على نفسي. فبجيب ماتيريال عاليه وخامات نظيفه عشان اولا ارضي العميله اللي عندي. طبعًا هي تخرج من عندي منبهره بالنتيجه. ثانيا عشان انا كمان احافظ على نفسي. عرفت ليه الناس بيجوا لك مره واثنين وثلاثه؟ ما هي لو جت مره ولقت نفسها اتاذت مش هتدخل تاني. طبعًا مش هتيجي السنتر تاني. لو جت مره وحست بنتيجه كويسه هي هتيجي وهتجيب غيرها وهتجيب غيرها وهكذا. كل حاجه بتبقى معروفه. طب خلينا نقول برضو لو البروتين ده، سوري، لو البروتين ده مش يعني مش كويس قوي او مش نظيف قوي او مش ماركه قوي، وحد يعني برضو عندهم مركز او حاجه وعملوه لاي حد. لو يعني انا دلوقتي عملت البروتين ده عند اي حد، تمام، وبعدين لقيت شعري يعني حصل له تساقط رهيب، هل ده ممكن اقول بسبب ان البروتين ده خامته مش كويسه؟ هقول لحضرتك ممكن يكون البروتين خامه كويسه جدا بس اتطبق غلط. وممكن يكون البروتين ماده كويسه جدا بس مش مناسب للشعرايه دي. ده بقى ما شاء الله ردها عليا، ده دول ان هي حد يعني متمكن جدا في شغله وواثقه من كل حاجه. وممكن يكون هو مضر، يعني هو ماده نفسها مش كويسه. فاحنا ما نقدرش نقول ان البروتين ده وحش الا لما نعرف نوعه ونوع الشعرايه والتاريخ القديم بتاع الشعرايه. لان ممكن الشعرايه، ودي لازم النقطه دي نتكلم فيها، ان العميله اللي تيجي لازم يكون عندها صراحه مع المتخصصه اللي هتطبق. هي ممكن تكون عامله ماده فرد، عامله حنه، عامله حاجه في الشعرايه، وتيجي تقول لا انا الشعرايه بتاعتي بيور ما فيش فيها حاجه. هتطبق المتخصصه هتطبق البروتين هيطلع نتيجته عكسيه. مع العلم هو مناسب للشعرايه والماده كويسه، بس هي ما صرحتهاش. يعني هل كده المفروض ان انا قبل ما اروح اعمل بروتين اقول لك انا عملت ايه في شعري قبل كده؟ طبعا طبعا. ده هيفيدك انت ان انت تختاري ليا النوع الصح المناسب للشعر. لان في كمان غير البروتين في حاجات اسمها ترميم. الترميم ده اللي انا يعني بستغنى به كتير قوي عن البروتين. البروتين ماده فرد، وانا ما بشتغلش ببروتين لوحده، لازم اضيف عليه ترميم. اولا ترميم معاك شويه تقريبا. هو كله علاج يعني. الترميم ما بيفردش الشعريه اصلا.
الترميم بيعالج الشعريه. ممكن لو انت عندك الشكل بتاع الشعريه مش مرضي قوي بس تاريخها مش كويس، يعني انا ما اقدرش احط عليها دلوقتي بروتين، فما قداميش حل غير ان انا احط ترميم. هديكي شكل جمالي للشعريه متوسط وفي نفس الوقت عالجنا الشعر. ما هو انا هديكي الشكل متوسط مش هديكي الانسيابيه بقى اللي هي في الشعريه زي البروتين. بس هديكي شعريه حلوه متماسكه مسكت نفسها بقى، لان انا عالجت اللي العميله جت وعملته. فلازم يبقى في صراحه بين العميله والمتخصص. كلامنا هيبقى كتير جدا. بس والله انا الحلقه بتاعت ياسمين طلعت بس بتبقى شيقه، يعني حلقتك بتبقى والله بجد فعليا انا بندمج معاكي، بنسى اسئله معايا اسئله حقيقي والله. هنرجع تاني للشيف بس هنرجع لكم ياسمين. ايه اخبارك خالد؟ عملنا ايه؟ وصلنا لايه دلوقتي؟ اشرح لنا كده احنا عملنا ايه وايه اللي احنا بنجهز فيه دلوقتي. الرز على النار. طيب. الرز على النار تمام. الشوربه. الشوربه كمل ازاي بقى وبنعمل ايه؟ الشوربه بقى الميه تغلي. الميه تغلي الاول. لازم الميه تغلي الاول. تمام. انزل الحاجه اللي بتاخد سوا الاول. ايه الحاجه اللي بتاخد سوا الاول؟ الصبيط. الصبيط. وبعدين شويه. وبعدين الكابوريا. يعني تمام. استنى شويه وبعد كده انزل الكابوريا. الصبيط بياخد سوا. الصبيط. اصبر عليه مثلا قد ايه على النار؟ الجمبري، الكابوريا، الفيليه. ما بياخدوش سوا. ما بياخدوش سوا. انزل الصبيط الاول واصبر عليه مثلا خمس دقائق. دقيقتين ثلاثة. دقيقتين ثلاثة. وبعدين انزل بالبقية المكونات. بقية المكونات. كابوريا، جمبري. تمام. شيف لو سألناك بقى أشهر أكلة عندك في المطعم مشهورة والناس بتحب تاكلها عندك هي إيه؟ والله أنا مشهور بالجمبري. بالجمبري. الجمبري. يعني مثلا زي اللي أنت فتت الجمبري. مشهورة أنا عندك. سمعت برضه بس في حاجة يا عبدو تعالى، يعني عايزك تشوف كده. أهم حاجة في الشوربة. قوم يا عبدو يلا. قوم يا اتوكل على الله. يلا يا عبدو. أنا رايح أشوفه. كبشة معاك الله يخليك. هي التكة بتاعت الشوربة. تمام. إنك لازم تشيل الريم ده. ده لازم يتشال. مجنون بيعرف عنه. لازم يتشال الريم ده. مش مفروض أنا وأنت اللي قوم لازم يتشال طبعًا. مش كفاية شمال. وهي بتغليه. ده شيل. وإحنا لا. هي اللي بتبقى على الوش مع الغلايه. الريم ده اللي هو الزفارة. تمام. كل حاجه بتطلع في الريم ده. فدي بنطلعها بره عشان الشوربه تبقى معانا زي ما هي، عشان تبقى حاجه سبيشال يعني. تمام. انا سمحت برضه شيف ان انت عندك وصفه باسمك، انت مسمي وصفه باسمك. طبق عم جمبري. طبق عم طبق جمبري. عم خالد. عم خالد. عم خالد. ايه طبق عم خالد بقى ده؟ ان شاء الله مفاجاه في الفرع الجديد ان شاء الله. مفاجاه ان شاء الله. لا انا هنفتح فرع جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. هيبقى ده طبق اساسي، طبق عم خالد. مكرونه. مكرونه ايطالي. مكرونه ايطالي. بجمبري مشوي وكابوري مشوي. جمبري وكابوري بالصوص الاحمر. بالصوص بالريد صوص. جميله جدا. ده يبقى طبق حلو يعني. طبق عم خالد ان شاء الله نجربه، او تعمله لنا برده في مره في البرنامج. اعملوا لك اكيد يعني. اكيد يا شيخ. تمام. طيب عبل ما الشوربه بقى تستوي نرجع كده. هو بس عايز اشوف احمد عمل ايه. انت بتعمل ايه يا احمد؟ شيف شغال. احمد شغال. شيف احمد شغال معانا بيظبط يعني ديكورات وشغل عالي. نعمل لكم النهارده بتنجان. بتنجان مقلي. بتنجان مقلي. فلفل مقلي. فلفل مقلي. يعني طبق سلطه بلدي. سلطه بلدي. تمام. تمام يا بص بقى عبده كده الريمه اما تشل خلاص الشوربه كده بقت رايقه. ما عادش فيها حاجه. وقربت خلاص تستوي. تاخد لها لسه غلوه او غلوتين. المهم هو جايب حاجه ما حدش يقدر يقاومها. جمبري وكده. كل الناس بتحبها. ما فيش حد ما بيحبهاش. الا خطيبه الشيف احمد. خطيبه الشيف ما بتحبهاش. طيب الرز معانا. الرز على لسه لسه شغال معانا. الرز على النار اهو. على النار اوكي. طبعا خد تتبيلته وخد كل حاجه. خد كل حاجه. هيشرب بقى من ميته لغايه ما يستوي. خد الكمون، كزبره، بهارات. كل بهارات. خد عودين قرفه خشب. وبعدين قرفه خشب اتحمروا مع البصل وشلناه. تمام ماشي. طيب ارجع بقى نظبط. نرجع بقى لضيوفنا الجمال اللي معانا النهارده من اصحاب مركز بروتين ام ياسمين. بس وقتي يا عبدو. مدام ايمان لو هسالك اسباب تساقط الشعر قبل وبعد البروتين. هنتكلم تاني. عارفه ان الكلام هندخل حاجه في حاجه بس مش مشكله. نعيد تاني نقول اسباب تساقط الشعر قبل البروتين. هو اسبابه كتير. اول حاجه الانيميا. الانيميا لازم برضو اللي هتيجي تعمل ما يكونش عندها انيميا. تاني حاجه الخلل الهرموني في الغده. الغده التراكميه. لازم برضو يبقى ما هي ما يبقاش عندها خلل وتروح تعمل بروتين وتيجي تصرخ وتقول ايه انا شعر بيقع. ما هو مش بيقع من البروتين، هو بيقع عشان في حاجه معينه صحيه لازم نعالجها الاول. القشره. وده محدش يعرف ان القشره دي سبب رئيسي كبير جدا في سقوط الشعر فعلا.
القشرة بتسبب تساقط للشعر فظيع. دي الأسباب. السبب ده يعني مجهول تقريبا ومحدش عارف محدش سبب رئيسي جدا في تساقط الشعر. لأن القشرة بتقفل على البصيلة ما بتخليهاش تطلع للشعراية الغذاء بتاعها فبالتالي الشعراية بتضعف وضوءها. وخصوصا القشرة الدهنية. وأنواع القشرة كتير بقى صدفية وأنواع كتير. أسباب تساقط الشعر بعد البروتين ودي مهمة جدا أنا حابة أن أنا أتكلم في النقطة دي. اتفضلي. أول حاجة طريقة تطبيق البروتين. تمام. زي ما قلت ممكن يكون النوع كويس جدا بس المتخصصه اللي طبقت البروتين طبقته بطريقه غلط اذت الشعرايه واذت فروه الراس خلت نسبه التساقط عاليه جدا. تاني حاجه نوع البروتين. البروتين لكل شعرايه نوع. الشعرايه الضعيفه نوع والشعرايه الوسط نوع والشعرايه القويه الافريقيه نوع. ولازم لما نيجي نختار البروتين نختاره على نوع الشعرايه. ما ينفعش نجيب نوع واحد يعني حاجه عاليه جدا ونطبقه على التلات شعرايا كده ما ينفعش كده احنا نضر الشعرايا. تمام. يعني لكل نوع ولكل نوع من الشعر لازم حضرتك تشوفيه وتعرفيه الاول بعد كده تشوفي النوع اللي هينفع ليه من البروتين وازاي يتطبق طرق تطبيقه مختلفه. في حاجه كمان حضرتك يعني في كمان ان كميه البروتين اللي تتحط على الشعر يعني كميه برضه زادت عن حدها تحمل على الشعرايا تبقى شعرايا. يعني ده بيتعاير كمعايرة في كمية يعني معينة وهي بتستخدمها لازم تكون الكمية دي يعني محددة للشعر ده ما تزيدش عن كده لانها لو زادت هتعمل تساقط للشعر تحمل على الشعر. خلينا نوجه رسالة يعني بقى يعني هي مش اي حد يقدر يستعمله لا لا لا, لا, لا لازم يكون خطوات معينة لازم تكون خبيرة عارفة هي بتعمل ايه والكمية اللي هتحطها ايه كده احنا نوجه رسالة لكل البنات اللي عاوزين يعملوا بروتين قبل ما تروحي وتفكري ان انت تعملي بروتين روحي المكان الصح يعني حاولي تعرفي المكان الصح وتروحي للشخص الصح اللي يقدر ان هو عارف شعرك هينفع له ايه وماشي بخطوات معينه زي ام ياسمين ما شرحت لنا دلوقتي واستاذ وليد فروحي المكان الصح ده نصيحتي ليكي يعني اكيد روحي ام ياسمين وعلشان كمان نوضح للناس اكتر ويشوفوا معانا ويكونوا شايفين الشكل بيبقى ايه ففي بعض من الصور من شغل ام ياسمين تنزل معانا وهنبدا نعرضها علشان ام ياسمين تعلق عليها وتقول لنا انواع الشعر وازاي بيتعمل معانا الصور ايه ده بعد البروتين صح ده بروتين ده, ما شاء ده البروتين بيبقى بالمنظر ده بعد ما بيتعمل بعد ما ودي اتكوت خلاص صح دي خلصت واتغسلت ما شاء الله ده يعني ده مش تاثير مكوى يقعد قد ايه بجد يعني ده كان مش تاثير مش لا ده اتغسل لازم يتغسل ويتجفف بسشوار بارد ما شاء الله. وبعد كده مش بصور غير لما يوصل للمرحله دي بيقعد قد ايه دايما بصي هو في صور ثانيه لسه هتتعرض في صور ثانيه هتتعرض معانا الشعر هو بيتحط على الشعر بيقعد من 6 شهور لسنه دي برضو بعد ومعانا صور تانية قبل وقبل الشغل صح؟ هتنزل معانا برضو الصور قبل بتبقى عاملة ازاي؟ ان شاء الله حتى يعني والصور بعد شكل الشعر نفسها فيها لمعة لمعة يعني خدت بالي هو انا لما بضيف ترميم على البروتين بوصل للنتيجة دي ان الشعرية بتبقى رطبة تلمع وبتلمع مش الشعرية اللي هي المفرودة بس جافة تحس ان هي برضو يعني مهما تعملي لها هي برضو لا. ده شعر ده بقى قبل ده قبل ده الأب ده الأب ده كان نوع ايه ده هو دي شعرية وسط دي شعرية وسط يعني تميل اكتر لان هي كويسة ما تبقاش يعني وحشة دي شعرية وسط في شعور اصعب من كده بكتير انا شفت عندك حاجات على الجروب بتاعك برضو قعدت كده ادور بقى وراك ادور وشفت ما شاء الله يعني انت كانت في بنوته شعرها يعني مش عارفه ده بيسموه شعر افريقي تقريبا صح كده وشفت نتيجه بعدين ما شاء الله يعني مستحيل تصدقني دي هي في على الجروب عندي بنوته عندها 4 سنين عندها 5 سنين جت عملت شعرها وده برضو صور تانية برضو دي قبل برضو كانت عملت شعرها وبعديها ب4 شهور ونص جت لان الترميم بيحفز نمو الشعر بيخلي الشعر يطول فجت لي طبعا هو لو كان في مشكله زي ما بيقولوا تساقط وتقطيم مش هتيجي انا صورت قبل وصورت بعد وصورتها بعد لما جت الصوره اللي معانا قدام حضراتكم دلوقتي دي الصوره اللي كانت قبل وبعدين بعد قبل بروتين وبعد بروتين
فجات لي وانا نزلتها جال عليها كميه تعليقات كبيره. كانت بنوته عندها اربع سنين، عندها خمس سنين، وعملت قعدت اربع شهور ونص وجت تعمل المنابت اللي طلعت بدل ان الترميم اللي ما شاء الله. صورت الشعر كده بعد اربع شهور ونص زي ما هو، ما تاثرش باي حاجه، وفتحت الشعر من جوه فبدات تمواجات اللي لسه طالعه، نمو الشعر الجديد. اللي لسه طالعه، وهي طفل صغيره يعني. لو هو كان بيأثر، احنا قلنا لازم نختار النوع كويس الصح المناسب، ولازم نطبق بطريقه كويسه. لو هو كان فيه اضرار ما كانتش هتيجي تعمل تاني. ده يخلينا نسال استاذ وليد وياسمين برضو مع بعض، هو هل في سن معين ما نقدرش نعمل عنده، ولا اي سن ممكن يتعمل له؟ لا، هو يعني من اربع سنين كده ممكن نعرف نتعامل مع الاطفال. هو امن على الاطفال والحوامل، بس احنا ما ينفعش نتعامل مع الاطفال صغيرين وما اعرفش اقعدها مده عندي طويله قوي كده، يعني هيبقى مرهق عليها هي. ومش هتقدر تستحمل. غير كده الاطفال برضو من صغرهم يعني شعرهم ما بقاش محتاج ان هو يتعمل بروتين. الاطفال الصغيرين اللي سنهم صغير خالص مش محتاج ان يتعمل بروتين، ممكن ترميم مثلا. ممكن ترميم. وممكن كمان البنات هم شعرهم ناعم شويه، بس ايه يعني الترميم مناسب لكل الشعور، بس الترميم علاج. ما فيهوش فرد، الترميم علاج، فهو مناسب لكل الشعور. نرجع للشيف خالد، ايه الاخبار معانا يا شيف خالد؟ عملنا ايه؟ وصلنا لايه دلوقتي؟ الرز بتاعنا خلاص كده؟ الرز خلاص؟ تمام. احنا بنعمل دلوقتي وشوربه السي فود اخبارها ايه؟ الشوربه تمام. الشوربه تمام خلاص. احنا عندنا بقى حته التكايه اللي في الشوربه اللي هي التكايه بقى، التكايه هات الكاميرا يا باشا وتعالى. ايوه الكاميرا هجيبها. تعالى عندي انت. انا هاجي معاك انا يا شيف. اتفضل. مش عارفه اشمعنى عبده اللي انا هنا تخصص، هو تقريبا عايز يعلمه يطبخ. طب يا ريت والله، يعني بكتر الف خيره. هو تقريبا كده. استاذ شيماء معانا، احنا عايزين نقتصد. تمام. الشوربه دي المفروض تتحط لها كريمه لباني. بالظبط. تمام. فاحنا ممكن نستبدلها بلبن. عشان السؤال ده بيسال كتير جدا، هل في بديل للكريمه اللباني؟ لان سعرها بتكون عالي شويه لبعض الناس، فمش بيكونوا لاقيين البديل ليه. تمام. فالبديل ليه البديل نوع لبن معين يا شيف. نوع لبن معين. اللي تبع الحلقه بقى وحابب يعرف ايه هو نوع اللبن يكلمنا على صفحه البرنامج واحنا نقول له. طيب نوع اللبن ده هتاخده وتزود عليه حاجه يا شيف؟ انا حطيت كده اللبن على الشوربه. اللبن احنا حطيناه وبعدين دي الشوربه كده معانا. خلاص الشوربه كده جاهزه. طيب جاهزه. احنا هنا بقى طشه ثوم. ثوم في الزبده. ثوم في الزبده مفروم. ونديها كزبره. وكزبره طشه. خلي بالك يا عم، طشه من دي هتبقى لشوربه السي فود. لشوربه السي فود. للشوربه. تمام. بتتعمل من ثوم وكزبره وهتتصفر وهتنزل مع الشوربه. تنزل مع الشوربه، نتشها في الشوربه. دي برده تكايه من تكات ايه الشيف خالد، ما بيعمل طشه زي بتاعت الملوخيه لشوربه السي فود. وهنعمل طشه برده لفته الجمبري. وفته الجمبري برده ليها ايه شغل معايا. دي تكات كده. تكات. لازم نعرف بقى تكات السي فود. حركاتك يا شيف خالد. بتاعت السي فود. تمام يا شيف. ادي كزبره. ونحط عليها كزبره. ودي لغايه ما تاخد اللون، وبعد كده دي ايه؟ تاخد اللون بس وتطش على الشوربه. على طول. بتاعت الشوربه. تمام. واحنا الرز بتاعنا جاهز، اتبقى له بس الايه؟ ونعمل الصوص. نشرب اول. تمام. يبقى كده فاضل الصوص بتاع الفته. بتاع الفته. يبقى خلصنا. اوكي. يبقى دي الفته بتاعتها. ماشي يا شيف، اول ما تخلص اول ما تخلص انت تاني لعبده يجي لك على طول ان شاء الله. لما نبدا الصوص المره الجايه بعمل لكم حاجات، مكرونات بالجمبري. اوكي. ملوخيه بالجمبري. انا بحب المكرونه بوايت صوص. صينيه بطاطس بالجمبري. سمك. لا بطاطس بالسمك. لا جديده. يعني سمكيه بتبقى فوق صينيه البطاطس. سمكيه مع سنه بتطيب مع بعضها. بنسويها هنا شويه على البوتاجاز وندخلها الفرن تاخد تحمر بس شويه. تحمر. تمام. طيب دي كده الطشه جاهزه معانا لسه؟ الطشه جاهزه. جاهز. نبدا بقى وارجع انا. خلي بالك يا عبد. يلا. ايوه. فين الصوت؟ يعني ده مش معنى الصوت. كده كده تعتبر السي فود بعد ده غلوه كمان وتبقى خلصت. كل اللي في البيت كله هو ما ينفعش غلوه. امال لازم اشيلها من على النار. تشيلها من على النار. تمام. ليه بقى؟ عشان لو قعدت على النار بسواء كريمه لباني او لبن، اللبن بيقطع. بيقطع. معلومه حلوه جدا كده. خلاص هو اللبن لو غلي اكيد هيقطع. لو غلي في الميه هيقطع. الميه. هيقطع.
فكريم لباني او لبن لازم خلاص طالما حطيت الطشه ديت لازم ترفعه من على النار. يعني هو ينفع يغلي قبل ما تحط الطشه اللي هو ايه اللبن اللبن او الكريمه؟ لا انا بخلص الشوربه بتاعتي بتقفل اطفي النار احط اللبن او الكريمه في الاخر في الاخر خالص وكل يركز في الحته دي ان احنا يعني لازم تكون النار اتطفت اصلا وبعد كده احط اللبن في الاخر. دي استبدال بدل الكريمه اللبن بدل الكريمه بدل الكريمه اللبن. وفي ناس بتعملها شوربه حمراء بالجمبري اللي هو بقشره ممكن نعمل بالرز بتاع الجمبري كمان مش الجمبري ذات نفسها بالرز الجمبري يعني ممكن لو جبنا جمبري بقشره وعايزين مثلا نشويه عايزين نقشره نقليه نعمله في طاجن ممكن الراس بتاعته اللي هي بتترمي احسن حاجه بتعمل منها شوربه تعمل بيها شوربه الراس برضه ليكي يا ام ياسمين مش مجرد بتيجي على الحلقه النهارده احلى حاجه تتعمل منها الشوربه. طبعا الشيف خالد معانا النهارده علشان يقول ان الاكل السي فود ممكن كل الناس تعمله بابسط الاشياء تعمله بابسط يعني مش هيكلف كتير وتكاليف بسيطه بطريقه اقتصاديه تعمل بيها وصفه كويسه. الشيف خالد عبد المخلص وتجهز وصفاتك نرجع تاني لام ياسمين واستاذ وليد منورنا معانا عن الشعر والبروتين وال هنسال بقى مدام ايمان ام ياسمين عايزين نعرف منك يعني انت دلوقتي البنات اللي بيجي عامل عندك بروتين بتنصحيهم بايه؟ لا مش بتنجان عامل اول حاجه ركزوا يا بنات المعلومات دي مهمه جدا. اول حاجه ممنوع استخدام الميه السخنه. احنا طبعا داخلين على فصل الشتاء وهيبقى فيه ميه سخنه. الميه السخنه لدرجه حرارتها عاليه بتزيل الغلاف اللي احنا قلنا عليه اللي احنا عملناه بتبدا تضعف الغلاف ده مش بيعزل الميه عشان ما حدش يقول حاجه. لا تمام لا. مش للدرجه دي يعني. بتزيل البروتين من على الشعر فممنوع ميه سخنه. ممكن دافيه يعني دافيه بس مش اللي هي السخنه يعني تمام. ممنوع حد يربط شعره وهو مبلول. دي اكتر حاجه بتاثر على الشعر. احنا طبعا قبل البروتين او بعد البروتين؟ لا في البروتين بس. لا يعني عادي هو المفروض ان الشعر ما يتربطش وهو مبلول بس بناكد اكتر لما تكون عامله بروتين علشان الشعرايه لو اتربطت وخدت وضع معين وهي معموله بروتين واتربطت وهي مبلوله هتثبت على الوضع ده. يعني هي جايه عشان تاخد الشكل الانسيابي وربطتها وهي مبلوله هتروح متموجه تاني. تمام. تالت حاجه لازم استخدام مجموعه العنايه. ما ينفعش ان احنا نروح نجيب شامبوهات عاديه وما ينفعش ان احنا نستخدم بلسم عادي بعد ما احنا عملنا شعرنا نرجع نبوظه باستخدامنا السيء ومنتجاتنا اللي احنا بنجيبها وكده ونستسهل وخلاص. لازم تكون افتر كير وزيرو صوديوم عشان تحافظ على اللي احنا عملناه في الشعرايه. تمام. يبقى اول هم ثلاثه بس لما الملح كمان في حاجات كمان في الصيف بقى البسين وميه البحر والعرق. تمام. يبقى احنا عشان نحافظ على البروتين اللي احنا عملناه اول حاجه ان احنا ما نستخدمش ميه سخنه خالص. تاني حاجه ايه تاني حاجه قلت لنا ايه فكرين ما نربطش الشعر وهو مبلول. الشعر مبلول ونستخدم العنايه او الحاجه بتاعت مجموعه العنايه الخاصه نبعد عن الميه المالحه. في الشتاء بقى الشعر بيجف جدا. لا في الشتاء احنا داخلين دلوقتي على الشتاء الشعر بيجف جدا لازم نستخدم سيرم نوع كويس ونرطب الشعر باستمرار. يعني عكس الصيف يعني هو ده بيحتاج عنايه وده بيحتاج عنايه بس في الشتاء الشعر بيجف اكتر زي ما البشره بتجف في الشتاء بالظبط. فاحنا محتاجين محتاجين ان احنا نستخدم سيرم ونرطب الشعر بطريقه كويسه عشان نحافظ على الشعر. طب لو في الصيف البنات اللي بيعملوا بروتين في الصيف وبينزلوا بسين بقى والميه البحر بوني بتبقى عايزه عن الميه نفسها بتحط سيرم بطريقه كتير شويه يعني بتكتره على الشعر على اساس ان هو يمنع ان هو يتاثر بالميه قوي وتلبس البوني وتنزل. تمام. احنا مش هنقول ما هننزلش. لا صح. استاذه وليد بقى ليا سؤال بعد يعني نجاح ام ياسمين وكل ده لما بدات الفكره في الاول وجات لك ام ياسمين او الفكره كانت منك ايه اللي حصل واستقبلت فكره سنتر ام ياسمين ازاي؟ والله هو موضوع سنتر ما كانش هو انا كان عندي اتيليه اتيليه فساتين زفاف وخطوبه وكده وما كانش في دماغنا موضوع البروتين خالص بس لما بدا يعني
في اطفال مثلا بتيجي تاخد فساتين اطفال وكده وبتاع، فبداوا مثلا يطلبوا من ام ياسمين انها تزوقهم، انها تعمل لهم شعرهم. فلا يعني حسينا ان ام ياسمين عندها يعني ميول للشغل جدا، والناس كتير اتبسطت منها جدا لدرجه ان طلبوا منها يعني اعملي حاجه ان نيجي نتزوق عندك ونعمل. شفت بقى الراب المصري اللي بيقف جنب زوجته وشايف ان هي قادره تعمل حاجه زي كده واقف جنبها، فبدات اعمل لها فعلا. واخد بالك يا عبدو؟ واخد بالي والله. عملت السنتر ده لحاجه صغيره. احنا مش بنقر ومش بنحسب، احنا النهارده انتوا بيت عبدو شيما يعني كده، وانتوا الاثنين متجوزين حاطين متجوزين، فاحنا مش بنقر ومش بنحسب خالص. عملت لها حاجة يعني صغيره لما لقيت، وبعدين راحت اخذت الدورات في المنصوره لان لقيتها غاويه. فانا يعني كل الواحد بيحب حاجه صح بيبدع طبعا بيبدع طبعاً. وانا ما اتاخرتش عنها معاها في كل حاجه والحمد لله. لا ما اتاخرتش بجد، وفعلا يعني الحمد لله هي دلوقتي هو فعلا واقف معايا واقفه جامده، وهو اللي دايما لو انا قصرت في جزء معين هو اللي بيكمله. يعني هو دايما واقف جنبي. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويحميكم ويخليكم لبعض دايما ان شاء الله. اكيد ام ياسمين نجاحك بسند ابو ياسمين ليكي وان هو كان معاكي، هو بيسعدني فعلا نجاحها والله. اكيد طبعا ان يسعدك نجاحها طبعا. شفت ما شاء الله يبارك، انا بيسعدني نجاحها والله. اكيد اتعلموا يا جماعة، اتعلموا يا شيف. هنرجع شيف خالد، ايه الاخبار الشيف فود يعني؟ خلاص احنا خلينا مش عارفين نركز في حاجة والله. نشوف الشيف خالد بقى ايه الاخبار وعملنا ايه علشان ايه. نشوف الفتة خلاص خلصت معانا. الفتة خلاص، بنحط العيش المحمص الاول. العيش المحمص بعد كده الرز، والرز بعديه، وبعدين ايه احنا دلوقتي ده الصوص بتاعنا عبارة عن صلصة شيف، صلصه وتوم صح؟ ده زبده، زبده الاول نطش فيها التوم، التوم مع كزبره، بهارات، صلصه، اهم حاجه دبس الرمان، ودبس الرمان اهم حاجه الجديد معانا، دبس الرمان. هنحط معاها بقى ايه الجمبري والسمك الفيليه، مظبوط كده. الجمبري هينزل معانا بقى دلوقتي. هو اللي هناك دي الشوربه دي؟ لا دي الفته يعني بتحط عليها جنبها. لا بص الطبق اللي هناك ده، دي الشوربه بقى، الشوربه معانا، شوربه سي فود خلصت. معانا خلاص. بالنسبه احنا خلاص يعني وقتنا قرب ان هو ينتهي، فهناخد كلمه اخيره من ام ياسمين. عايز اقول حاجه كمان معلش قبل هو بس ولي. في فيديو تبع خاص بام ياسمين ان شاء الله النهارده هنعرضه على البيج بتاع البرنامج بيت شيما، وكمان هنعرضه على قناه اليوتيوب بتاعه البرنامج بيت عبدو شيما، فعشان برضه تشوفوا. هي فيديو كده يعني مبين الشعر قبل وبعد، تمام؟ فان شاء الله عشان وقتنا خلص مش هنقدر ان احنا نعرضه، بس هنعرضه اهو على البيت. كلمه اخيره استاذ وليد وام ياسمين، لو حابين تشكروا حد او توجهوا حاجه معاكم اتفضل. انا اولا بشكر البرنامج. احنا اللي بشكرك ان انت لبيتي دعوتنا وكنتي معانا النهارده. والله انا بشكر البرنامج جدا، وبشكر كل اللي عاملين فيه. انتوا ناس محترمه وناس مجتهده جدا، ورب يا رب يا رب دايما في زياده لاعلى واعلى واحسن. ويا رب ما يحرمكم من بعض ويخليكم دايما لبعض، ويعني تكون حياتكم كلها سعاده كده وهنا. امين يا رب. وانتوا كمان يا رب. وطبعا احب بس اوجه كده باي باي لمحمد ابني. محمد ابني كان رساله من ام ياسمين لمحمد ابنها، كل شويه يقول يا ماما افتكرت. يا حبيبي ربنا يخليك. عنده قد ايه؟ عنده 11 سنه ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب. الله يخليك. تمام. هو يقول لك شكر واتكلم وخلاص وقال اللي هو عاوزه من شويه. انا اتمنى لها مزيد من التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكبر مميزين ومبدعين. قول لنا بس اخر حاجه كده عنوان المركز بتاعك فين؟ احنا 100 سلسي المنصوره، الطريق العام، مدينه 100 سلسي. مدينه 100 سلسي احنا كنا مشرفين جدا ان انتوا معانا. احنا اسعد جدا. شيف خالد نورتنا النهارده، شيف احمد نورتنا النهارده ما شاء الله. خلصت معانا كده الحلوه دي ما شاء الله. خلصت معانا، شكرا ليك جدا. استنونا في حلقه جديده من برنامج بيت عبدو شيما يوم الاربعاء الساعه 4. شكرا ليك.